توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام 11 للهجرة. كان يوما ثقيلا على المدينة. قال فيه الصحابة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فأظلم من المدينة كل شيء. كان يوما صعبا شديدا، والذي زاد الطين بلة وجعل الأمر أشد على الصحابة هو حركة الردة التي كانت قد بدأت أصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى وفاته كان هناك اثنان قد ظهرا وادعيا النبوة، واحد منهما في اليمن اسمه الأسود العنسي، والثاني منهما في اليمامة اللي هي في منطقة نجد اليوم في وسط شبه الجزيرة العربية اليوم، واسمه مسيلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه مسيلمة الكذاب، لأنه أرسل له رسالة فقال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فكانت هذه الفتنة في اليمن في الجنوب وفي نجد في الشرق كانت من أخطر ما مر على المدينة المنورة. وبدأ أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر ويرتب الأمور ويجهزها لما وصلته أخبار انتشار حركة الردة في كل مكان. فمنهم من ترك الإسلام على الكلية، مثل الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب، ومن الذين اتبعوا الأسود العنسي، ومنهم من ادعى أنه ما زال مسلما ولكنه رفض دفع الزكاة، وهذه قبائل كثيرة. فأبو بكر رضي الله عنه بدأ منذ تلك اللحظة مقاتلة هؤلاء. ليه؟ لأنه قال كلمة مهمة جدا، قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بينهما. فبالتالي الصلاة والزكاة كلاهما حق الله على العباد. فبدأت سلسلة طويلة من الأحداث الخطيرة، أحداث حروب الردة. أول من بدأها كان أبو بكر. تقول السيدة عائشة عن تلك الأحداث وتلك الأيام الصعبة التي مر بها المسلمون في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع ردة العرب جميعا، تقول فأمسى المسلمون كالغنم في الليلة الشاتية لا يعرفون من أين يأتيهم العدو، أيصبحون أم يمسون. يعني بيجيهم العدو صبح ولا بيأتيهم العدو مساء لا يعلمون، وصاروا مستعدين في كل لحظة ومستنفرين لكل شيء، لدرجة أنه أي شخص يظهر يعني قادم باتجاه المدينة يقولون نذير نذير. تخيلوا صعوبة تلك الأيام. والذي زاد الطين بلة أنه ظهر بعد ذلك شخصان آخران ادعوا النبوة، رجل اسمه طليحة الأسدي، والثانية امرأة اسمها سجاح التميمية. وبالتالي صار في الجزيرة العربية أربعة أشخاص كلهم يدعي أنه رسول الله، واللي بدوش يدفع الزكاة واللي مش عارف إيه، وبدأت الأمور في فوضى شديدة ولم يثبت على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف وبضعة قبائل، شوية قبائل هنا وهناك. فبدأ المسلمون عند ذلك بالعمل الجاد لأجل إعادة الأمور إلى نصابها. أبو بكر رضي الله عنه كان أول من قاد معركة ضد هؤلاء المرتدين اسمها معركة ذي القصة، وبعد مباشرة معركة أخرى قادها بنفسه اسمها معركة الربذة. هذول التنتين قريبات على المدينة، كانت ضد قبيلتين اسمهم عبس وذبيان. وبعد ذلك نشر 13 جيشا في كل مكان، وكان أشد هذه الجيوش الجيش الذي بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي تمكن بعد حركة طويلة جدا وقتال طويل جدا من أن يعيد كثيرا من هذه القبائل ويقضي على ردة تحديدا طليحة الأسدي وسجاح التميمية. أما ذلك الشخص الذي في اليمن اللي هو الأسود العنسي فقد قتل فعليا على يد قومه، وبقي أخطر شخص يؤثر على المدينة ويمكن أن يقلب الدنيا على المسلمين، وهو مسيلمة الكذاب. فيبدأ التجهز عند ذلك لحادثة كبرى ستغير وجه العالم كله.